السلام الله عليكم، تحياتي لكم جميعا. نتوكل على الله لمحاضرة موسعة عن موضوع مشاكل المرارة، مشاكل الكبد، مشاكل القولون، اللي هي بتبلش بشكل عام وبتأثر على الجسم كله بسبب عدم الامتصاص، عدم الهضم، تراكم للشحوم، تراكم للحصوات هذه اللي موجودة، بتكون وين ما يكون وممكن تتكون وين ما يكون. هعطيكم الوصفات اللي واجب تعملوها لتنظيف جسمكم كله من خلال المرارة ومن خلال الكبد ومن خلال البنكرياس. إذا عملنا هذه الإجراءات اللي هعطيكم إياها بشكل ملخص لمدة أسبوع، بتخلصوا من مشاكل كتيرة موجودة، وأهمها بتنزلوا الكوليسترول، بتخففوا من مقاومة الإنسولين للخلايا، بتحرقوا الشحوم بشكل أفضل، يعني خسارة وزن، وبتمنعوا تكوين الحصوات هذه وين ما يكون، سواء في الكبد أو في الكلية أو في المرارة أو في البنكرياس. العملية بتبلش من الدماغ، هو اللي بيأثر على كل شيء وهو اللي متحكم في كل شيء. هلأ عملية الأكل، أول شيء بتيجي عملية الشم. عملية الشم هي عملية مهمة جدا، إن نشم الأكل قبل ما ناكل. إحنا بنشبع من الشم أحيانا، يعني اللي بيطبخ وبيعمل الأكل بحس حاله شبعان بس من الشم، لأنه هذه الشم عملية ضرورية جدا لتجهيز الجهاز الهضمي، تجهيزه بشكل كامل وبشكل انه يكون جاهز للطعام. ها لافراز الغدد اللعابيه، لافراز احماض المعده، للبدء في تجهيز الكبد والمراره والبنكرياس للعمل، هو هاي الخطوه الاولى عن طريق الشم الماكولات اللي بدنا ناكلها. ثاني شيء بننزل بعد الدماغ، بننزل طبعا على منطقة الفم، اللي لازم يكون في مضغ جيد. المضغ يعني هضم. لما احنا نهضم احنا بنتعامل مع انزيمات موجودة في اللعاب. اللعاب يشكل من 99% مياه و1% انزيمات هاضمة. الانزيمات هذه لازم تطبش بعض الطعام، الشحوم، الكربوهيدرات، السكريات، كله بيتم في البداية في عملية الفم. فالهضم الجيد